مثل ما تابعنا بالتقرير، عدد من الفتيات بمدارس بنات الشهداء خضعوا لدورات بمجال الروبوتيك، ولنتعرف على تفاصيل هي الدورات وأيضا الدورات الأخرى التي يقيمها نادي الروبوتيك في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. بصرنا نرحب اليوم بالدكتور مهيب النقري، الممثل الوطني للأولمبياد الروبوت العالمي والمشرف على الدورات. صباح الخير دكتور، وأهلا صباح الخير. وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا الخير فيك. حبيبي. يعني دكتور مهيب، بالبداية خلينا نتعرف أكثر على جدول هالدورات والاتفاقية بين نادي الروبوتيك وصندوق الأمم المتحدة. يعني الاتفاق هو لأول مرة بيتم بموضوع بيتعلق ببرنامج للجميع، تعلم للجميع، طبعا بيشمل أكثر من موضوع. الجزء الهام اللي رح نحكي فيه هو موضوع الروبوتيك. طبعا في اجزاء اخرى العلاقه بالتدريب على الاي سي دي ال للطلاب المتميزين، او بموضوع رياده الاعمال والابداع بموضوع العلوم والتكنولوجيا. طبعا موضوع الروبوتيك نحن كان الهدف ببدايه الاتفاقيه هي تدريب 200 طالب بدمشق، اللي هن الطلاب الاكثر احتياجا على علوم الروبوتيك. بدانا هذا البرنامج ببدايه العام. طبعا كانت الفئات المستهدفه هي مدارس ابناء وبنات الشهداء الشريحه الاكبر. انجزنا تدريب 40 طالبه ببنات الشهداء، كمان بابناء الشهداء حاليا الدوره مستمره لنهايه هذا العام. الدورات طبعا الاخرى اللي نحن عم نتابعها ضمن الاطار الاتفاقيه، حاليا بدار الرحمه للايتام، دار الامان، لحن الحياه، طبعا اغلب دور الايتام يلي هي الطلاب والطالبات يلي صعب انه توصلهم هذا النوع من العلوم. طبعا احنا الهدف الاساسي بصراحه انه من خلال تدريبنا خلال السنوات الماضيه اكتشفنا انه في كثير طبعا اكيد مواهب بين هدول الطلاب، وكانوا قادرين يحققوا مراتب حتى على المستوى العربي. يعني انا في نقول دار الرحمه للايتام السنه الماضيه اخذوا المركز الاول بالبطوله العربيه بلبنان. تدريب كثير كان جدي وكثير مهم. التدريب الحالي هو بيشمل خليني اقول الطلاب والطالبات بشكل متساوي، يعني كان اتفاق انه تأمين هذا النوع من التدريب للطلاب والطالبات. نحن مستمرين لنهاية العام، خرجنا طلاب بيبروت، طبعا كان في توسعة لهذا التدريب، صار بيشمل ريف حلب وعفوا حلب وريف دمشق. ان شاء الله العام القادم كمان بيشمل بقيه محافظات، فصار في عندنا تدريب 400 طالب وطالب متميزين وطلاب اكثر احتياجا على هذا الموضوع. نعم دكتور، يمكن الروبوتيك شيء ما انه سهل، هو شيء كثير صعب. نعم. خلينا نحكي يمكن قديش كل دوره بتاخذ مده زمنيه، وقديش ممكن اذا يعني الطفل عم يبلش بعمر اصغر هيك يستوعب اكثر، وكيف كمان ما بعد هي الدوره المتابعه لحتى يمكن يكون هو كمان متابع بمجال تطور الروبوتيك. نعم. طبعا رح تفاجئ انه هي يعني ما انه صعب كثير بصراحه. نحن الدوره التدريبيه هي 30 ساعه، قدرانين الطلاب بصف رابع خامس، شفنا الشريحه، وطبعا كمان في شريحه ثانيه هي صف سابع ثامن. الطلاب بهي الاعمار بيكونوا يعني عم ياخذوا العلوم النظريه، بس بيشوفوا التعلم واللعب، لانه بالنهايه هن عم يلعبوا، عم بيشوفوا اله عم بيصمموها بايدهم وعم بيحركوها، عم بيشوفوا كيف طريقه تحريكها، كيف برمجتها. فهذا عم يعطيهم نوع من خليني اقول الحافز، انه هن عم يشتغلوا مع بعض، عم يتعلموا مع بعض، عم يلعبوا، وهون عم بيكون طبعا في نجاح لهذا النوع من التدريب. هلا اكيد بتعلموا برمجه، يعني مبادئ اساسيه بالبرمجه بلغات خاصه بالروبوتيك، بيتعلموا ميكانيزمات، يعني الطلاب بيعرفوا شو يعني حساسات، بيعرفوا شو يعني محركات، بلشوا ياخذوا المبادئ الاساسيه بالالكترونيات. نحن فعليا عم ناخذ الاعمار من 10 سنين، المراحل اللاحقه حتى رح ناخذ من 6 سنين. كان في توجه انه حتى الطلاب يلي هن ببدايه اعمارهم قادرين يبلشوا يفكروا بعلوم الروبوتيك ويقدروا يتقنوا هذا النوع من العلوم. يعني دكتور شفنا طفله بالتقرير عم تقول انه هذا الشيء عم بيساعدني بماده الرياضيات كمان ساعدني، قد ايه كان التفاعل مع الطلاب بتعلم طبعا الروبوتيك؟ كيف حسيت الاقبال وكيف عم يتم اختيارهم، يعني اختيار الطلاب هل هو انه حسب ما بدهم حسب رغبتهم او انه هن انتقاء المدرسه؟ نعم.
طبعا لا اقول بصراحه نحن ما في شيء بده يكون عند الطالب لحتى يتعلم هاي العلوم، يعني ما في عنده قاعده لنعمل له اختبار ونقول له هو قادر يتعلم هاي العلوم، اي طالب قادر انه يدخل بهي الدورات. هلا بشكل عام بيكون حب الطالب ويعني اهتمامه بهذا النوع من العلوم والتدريب، اغلبيه الطلاب بيهتموا بهذا النوع بيحبوا يكملوا. هلا بمدارس ابناء وبنات شهداء العدد كبير بصراحه، فنحن اخذنا الاوائل على الصفوف اللي هن من صف الرابع للصف الثاني. انا 400 اخذتم 100 نحن، لا ال 400 هو كل التدريب بكل المحافظات الثلاثه اللي ذكرتهم. بمدارس ابناء وبنات شهداء هن 80 طالب، 40 طالب بالذكور و40 طالب بالاناث. فنحن كان مبدئيا عم نتوجه للطلاب اللي هن المتفوقين بصراحه بصفوفهم. اكيد المراحل القادمه ممكن نتوجه لطلاب ثانيين، لانه ما له علاقه هذا النوع من العلوم انه يكون فعلا طالب متفوق. بنلاقي احيانا طالب ذكي جدا بالمدرسه، ما نو كثير بيهتم بالامور النظريه، ولكن بالامور العمليه والابداعيه بنكون فعلا بنلاقي اكتشافات وابداعات. نعم، خلينا نحكي يمكن وبالاخص عن الدورات يلي عم تعملوها هلا، ويمكن نستفسر اكثر عن الاستمراريه، وهل يمكن في هيك في امل لمشاركه بالروبوتيك العالمي؟ نحن اكيد عم نشارك كل سنه بالروبوتيك العالمي. نحن خلال الشهر الماضي كنا مشاركين بست فرق، يعني في اشخاص من مدارس بنات الشهداء ان شاء الله رح يتم ترشيحهم والعمل عليهم. هو فعليا بيصير كل سنه مسابقه وطنيه بناخذ كل هدول الفرق. المراكز الاولى هي بتتاهل حسب النظام العالمي للاولمبياد العالمي. الحمد لله نحن كل سنه عم بيكون في عندنا انجاز عالمي، طلابنا عم بيكونوا قادرين ينافسوا يعني الدول المتقدمه بعلوم الروبوتيك. اكيد طبعا مدارس ابناء وبنات شهداء يعني في خامات كثير نحن اكتشفناها، وفي يعني امل انه يطلع فرق كثير مميزه على المستوى العالمي ان شاء الله. يا رب. دكتور خلينا نحكي عن الكادر ايضا التدريبي اللي عم بيبذل جهد لتعليم هي المهارات الروبوتيك للطلاب بثلاث محافظات اللي ذكرناهم، وهل في شيء جديد للتوسع بالعام القادم؟ نعم طبعا التدريب نحن مشان يكون في استمراريه بكل جمعيه لدور الايتام حتى بمدارس ابناء الشهداء نحن تعاوننا معهم لتامين كادر. فنحن دربنا مدربين اما طلاب جامعه باختصاصات الهندسيه او خريجين، عملنا لهم هي الدوره وهن كانوا مساعدين للمدربين الاساسيين اللي هن ضمن هذا البرنامج. طبعا المرحله القادمه رح يكونوا هن المدربين للفرق يلي هي خبرات عم تتراكم تماما، لانه بده يكون في استمراريه. دربنا خلال الفتره الماضيه حوالي 50 مدرب بين حلب، ريف دمشق ودمشق. هدول المدربين هن رح يكونوا المسؤولين عن الفرق بالمراحل اللاحقه. هلا المرحلة التالية أكيد مثل ما ذكرت البرنامج في اتفاق حاليا لتوسعته ليشمل باقي المحافظات، يكون عندنا أعداد كبيرة أكثر من الطلاب المتدربين. في نوع ثاني كمان من التدريب رح نبلش فيه هو على دارات الأردوينو. هون نحن طبعا التجهيزات هي من ليجو في إلى مبرمجة إلى تجهيزات خاصة، ولكن تدريب كمان قادم رح يكون له علاقة بتجهيزات موجودة بالسوق المحلية. ممكن طلاب يتعلموا مبادئ الالكترونيات بهالاعمار، ونشوف كيف ممكن حتى يركبوا روبوت بايدهم من الصفر يعني. نعم، بنهايه لقائنا خلينا نحكي بالمختصر نادي روبوتيك شو محضر لعام 2018 بما انه يلا باقي كم يوم وبيخلص. نعم. بتخلص 2017 ان شاء الله. طبعا نادي روبوتيك بالجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه هو بيأطر كل نشاطات نوادي الروبوتيك بسوريا. نحن حاليا عندنا اكثر من 30 نادي باغلب الجامعات السوريه الخاصه والحكوميه بالمدارس بالجمعيات. رح يكون في طبعا تعاون بتوسيع القاعده باغلب المحافظات. في عندنا مسابقات كثير هامه، رح نشارك بالهند باخر هذا العام بمسابقه كثير مهمه تقنيه بفريق. العام القادم عندنا مسابقات وطنيه اقليميه بلبنان، وعندنا مسابقه عالميه ان شاء الله بتايلاند. رح يكون في عندنا انجازات يعني على هذا المستوى يعني ان شاء الله موفقين. وعن جد يعني علم متطور وجيل عم يتراهن عليه ليمثل سوريا برا ويواكب هالتطور. شكرا لجهودكم لكل الكادر التدريبي اللي معكم، واكيد تحيتنا لكل طالب مجتهد حابب يتعلم. شكرا لك دكتور مهيب. شكرا لك. ميرسي دكتور.